الأخبار. أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا لهذا اليوم، وهذه أبرز عناوينها. النيابة العمومية تأذن بفتح بحث إثر اعتداء عدد من أعضاء ائتلاف الكرامة على أمنيين بمطار تونس قرطاج، ورئيس الحكومة يؤكد أن تونس تحكمها قوانين يجب على الجميع تطبيقها. وزارة الصحة تحذر من التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، وتدعو المواطنين إلى ضرورة التسجيل في منصة التلقيح. والبنك الدولي يعلن رصد 300 مليون دولار لفائدة نحو مليون عائلة تونسية برنامج اجتماعي تحت إشراف رئيس الجمهورية. في تفاصيل النشرة، أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن دالي أن النيابة العمومية بالمحكمة أذنت بفتح بحث في الأحداث التي شهدها مساء أمس مطار تونس قرطاج، مشيرا إلى أن النيابة باشرت بسماع المتضررين في هذه الحادثة. من جانبه، أكد رئيس الحكومة هشام المشي مساء أمس رفضه لما أتاه عدد من نواب ائتلاف الكرامة من اعتداء على أعوان أمن في مطار تونس قرطاج. وعبر أثناء زيارة إثر الحادثة إلى مطار تونس قرطاج عن مساندته لأعوان أمن المطار إثر ما تعرضوا له من اعتداء مادي ومعنوي، معتبرا أنهم قدموا درسا في الانضباط وترسيخ الأمن الجمهوري والوقوف على المسافة ذاتها من الجميع. كما شدد المشيشي في تصريح إعلامي على أن البلاد تحكمها قوانين يجب تطبيقها على الجميع. هذا وندد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل بما وصفه بالهمجية التي تصرف بها أعضاء من كتلة ائتلاف الكرامة حسب تعبيره. واعتبر في بيان له أن ما قام به أعضاء الكتلة يستوجب رفع الحصانة حالاً وتتبعهم قانونياً، مطالباً رئيس الحكومة وزير الداخلية بالنيابة باتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حرمة المطار وسلامة العاملين فيه كرامتهم. كما عبر الاتحاد عن مساندته للأمنيين الذين تم الاعتداء عليهم، مكبرا فيهم إصرارهم على حماية حدود البلاد. أعلنت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تطور الوضع الوبائي لفيروس كورونا في تونس تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بتاريخ 14 من مارس الجاري، ليرتفع بذلك عدد الوفية بالفيروس إلى 8404 حالة. كما تم تسجيل 290 إصابة جديدة بفيروس كورونا. في سياق متصل، حذرت عضو لجنة التلقيح أحلام جزار أمس من التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا والاطمئنان لانخفاض نسبة الوفيات في تونس. كما أكدت جزار أن تلقي التلقيح ضد الفيروس سيقلص من خطورته، لكنه لن يحول دون الإصابة به. لازمنا نكونوا حذرين، راهو مش على خاطر زاده فما لاكورب رينها بدات تهبط اللي يصير تسيب، ونقول مش لازم نلقح ولا ما عادش نلبس الماسك ولا ما عادش نحترم التباعد ولا لي ميزور نتاع ليجين دي مان نقصوا منهم. هذا الكل لازم يقعد متواصل على خاطر ما نجموش نعرفوا لي فريمون هالباس هذيا في النومبر دو ديسي وكل باش يستمر، ولا كما صار لنا قبل تهبط شويه وبعد تعاود تطلع. يفو فريمون ديما رانفورسي هذوما لي ميزور باريير اي سو فير فاكسين. والفاكسان مش باش ما عادش نمر، فاكسان مجعول باش حتى كي نعمل حالة ما نعملهاش حالة خطيرة تجيك خفيفة. وعضو لجنة التلقيح ومديرة رعاية صحة الأساسية أحلام جزار المواطنين إلى ضرورة التسجيل في المنصة الإلكترونية للتلقيح. هذا ومن المقرر أن يعقد وزير الصحة فوزي مهدي صباح اليوم ندوة صحفية حول الوضع الوبائي العام بالبلاد والحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19. تحتفل تونس اليوم بيوم الصناعات التقليدية واللباس الوطني الذي انطلق الاحتفال به منذ 12 من مارس الجاري ليتواصل إلى غاية السبت المقبل. ووفق بيان للديوان الوطني للصناعات التقليدية، سيتم بالمناسبة إسناد الجائزة الوطنية للنهوض بالصناعات التقليدية والفنية لحرفي أو حرفية تتويجا لمسيرته
وإسناد الجائزة الوطنية للشبان في الصناعات التقليدية والفنية إلى جانب دعوة موظفي الدولة والإطارات السامية إلى ارتداء اللباس التقليدي. على صعيد وطني آخر، صرح المدير العام بوحدة تعويض المواد الأساسية بوزارة التجارة صادق بن جمال الأخبار بأن فريق عمل من مختلف الوزارات بإشراف رئاسة الحكومة يعكف حالياً على دراسة سبل توجيه الدعم لمستحقيه بالنسبة إلى المواد الأساسية، ولا نية للوزارة لرفع الدعم عن بعض هذه المواد. بالنسبة لتوجيه الدعم نحو مستحقيه يندرج في إطار الإصلاحات الكبرى، وتم فريق عمل يضم مختلف الوزارات المعنية وتحت إشراف رئاسة الحكومة يتولى دراسة سبل توجيه الدعم نحو مستحقيه. ما تماش نية لحذف الدعم بقدر ما هو نية لدعم القدرة الشرائية للفئات ضعيفة الدخل ومحدودة الدخل. إذا كان تم توجه هو توجه تدريجي نحو حقيقة الأسعار يشمل جميع المواد، نحو تعديل الأسعار، نحو توجيه الدعم نحو مستحقيه. ما تماش نية لحذف الدعم عن بعض المواد دون غيرها. في شأن آخر، قرر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس قسم مساء أمس تأجيل الإضراب الذي كان مزمعا تنفيذه اعتبارا من يوم غد الأربعاء وإلى غاية 8 من أبريل القادم. يأتي هذا القرار أثر الاتفاق في نهاية جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة بالقصبة على إدراج مقترحات حلول بعد مزيد تعميق النقاش فيها جهويا ومركزيا وبمعية جميع الأطراف ضمن قرارات المجلس الوزاري المضيق المزمع عقده نهاية شهر مارس الجاري. أعرب نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج لدى استقباله أمس من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، أعرب عن جاهزية البنك الدولي لدعم جهود تونس في مجال مقاومة الفقر، معلنا رصد البنك لمبلغ 300 مليون دولار لفائدة نحو مليون عائلة تونسية، وذلك ضمن برنامج اجتماعي سيكون تحت إشراف رئيس الجمهورية. من جهة أخرى، عبر المسؤول الدولي بالمناسبة عن استعداد البنك للمساهمة في إنجاز الدراسات اللازمة لمختلف مكونات مشروع المدينة الطبية الأغالبة بالقيروان والذي سيعمل على توفير 50,000 موطن شغل. كما أعرب عن استعداد البنك الدولي لمساعدة تونس على استرجاع الأموال المنهوبة، وذلك بوضع خبراته في هذا المجال على ذمة بلادنا. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. على صعيد العالمي، أوصت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية الدول بمواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك عشية اجتماعا لخبراء هذه الهيئة الأممية لدرس مستوى سلامة اللقاح. ويعقد خبراء التلقيح تابعين لمنظمة الصحة العالمية اليوم اجتماعا لدرس مستوى سلامة لقاح شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية. بعد 6 سنوات على توليها الحكم، من المقرر أن تسلم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا برئاسة فايز السراج اليوم السلطة إلى الحكومة الجديدة التي سيقودها عبد الحميد الدبيبة، وسط دعوات للتحقيق مع مسؤوليها في شبهات الفساد التي تلاحقهم ومطالبات لمنعهم من السفر. تنطلق اليوم بالقاهرة الجولة الثانية من الحوار الوطني الفلسطيني، وعلى جدول الأعمال مناقشة آليات إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة وآلية تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني. في الذكرى العاشرة للثورة في سوريا، أعلنت كل من إيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة بأنها لن تسمح باستمرار الأزمة السورية لعشر سنوات أخرى. أخيراً، قالت هيئة رقابية حكومية أمريكية أن خفض الولايات المتحدة ومانحين آخرين لمزيد من المساعدات لأفغانستان قد يتسبب في انهيار الحكومة وإعادة البلاد إلى حالة فوضى كما كانت في تسعينات القرن الماضي. نقطة ونهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تفكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين. النيابة العمومية تأذن بفتح بحث أثر اعتداء عدد من أعضاء ائتلاف الكرامة على أمنيين بمطار تونس قرطاج، ورئيس الحكومة يؤكد أن تونس تحكمها قوانين يجب على الجميع تطبيقها.
وزارة الصحة تحذر من التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا وتدعو المواطنين إلى ضرورة التسجيل في منصة التلقيح. والبنك الدولي يعلن رصد 300 مليون دولار لفائدة نحو مليون عائلة تونسية ضمن برنامج اجتماعي تحت إشراف رئيس الجمهورية. إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.